على بالك وليدي جا ديريكتور كاين من الزورق من ماسر بزقوه ضربوه ما خلو له والو الله غالب حق روهم شتا بصح احنا كي نحكمو ما هنا ناكلهم كي الدبان صيدوهم ايه بصح على غالب جاو دخلوا عليهم وما في جماعة صغيرة حكموهم وزرقوهم بصح حدير بصح صاحبي ما تنساش راهم في بلادهم بلاد اليهود في 80 مليون بصح احنا كي جاو من نور فوق يزيد يجي مصري نطارب قوه ثاني نورمال قطعكش حنا كي جاو خليناها ما درنا لهم والو الماكله من الناس شراب من الناس تكسر بصح الله غالب هما غا يبدو قلبوها لنا وش وش غير يقول لهم ينساو الفول والله ما يزيدوا ياكلوا ما يزيدوا يشوفوا حاجه من عندنا قالوا استثمارات واحنا نسالوا لهم ضرائب ضحكوني عن بالك ذاك اليوم تقلقت انا تفرج في المشرق قلقوني ويجي يقلبوا بالون ما يعرفوش يلعبوه مش ما قاعد بالو وانت وليدك راح لمصر ايوي راح ومات مات بصح انا اليوم راني خمم كيف راح وما قاليش دير محب الوطن ضربوا برصاصة الشرطة تاعهم لا بوليس ايه وانا وليد داري يعني ما واش جابوها هكذاك ميت او انا الدار كره ايه صح شادي احنا يعني نحكمه في السودان ونخطوهم لين الفرص مسحنا على جوار ايه لي جوار ولا مقني ودار فيهم وش بغا بحال لا اسمعني مقني ويبدا تبين راجل امك راجل ايوا احنا يا في السودان نخبطوهم وانا نروح نعطيهم صاحبي ما تقلقش انا الدم وجدادي وليدي حرقونا العالم مليون من نص مليون شهيد ما قادرون على والو ما تعلمونا مش ما قاعد تقدر قولي الشهادة داروا لي هالحرب احنا اللي عاوناها احنا في حرب اكتوبر بساعة امر الجديد يهدر علينا هكذا بساعة هما يقول لك الغمدور مخمتو نتيقرو يا شو بي اللي يديك اللي يجيب خدتكم سهلين هنا شوفوا شتو قرون دايزن نضرب فيكم الكرة وهذاك اسمه خالد الغندور نحكمو نحل السروال شفنت هذاك انا ما عام خلاص نزيد شوفهم وك حاجة صاحبي هيا خلينا نبدا الموضوع دوك الصين ونبدا نتغشش نولي ما نعرفش صلاحي هيا خلينا